أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرباك على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال زيارتها لميناء رفح البرية، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. هذا كما تفقدت بيرباك المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.